السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله يا جماعة الخير بمجلس ما به نفس ثقيلة. هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا رفيق، شفتك قاعد تكملها. طيب يا جماعة الخير، مقطع اليوم راح يكون إيش؟ مقطع اليوم راح يكون خمس كذبات كذبوها علينا الأجانب، وراح نشوف هل هي صدقية أو كذبية. يعني سمعنا سبايدر مان يطير، سمعنا في ديناصورات، سمعنا اشياء كثيره. ما ابغى احرق عليكم فكره مقطع اليوم، اتمنى مقطع اليوم يعجبكم. لا تنسى تضغط على لايك وتشترك بالقناه، باقي لنا شوي ونوصل 100,000 متابع داخل القناه. فاشترك وفعل جرس التنبيهات، جرس التنبيهات مره مهم، يساعدني كذا يسبب لي يعني اشعال. VXB كود لايتم شوب. ليتس جو، نبدا في اول كذبه. اول كذبه، طبعا اذا قلت لك كذبه ما تدري هي صدق ولا كذب. اول كذبه سمعت الله يسلمكم، يقولون ان في يد سبايدر مان تقدر تاخذها وتطير في الماء اذا كنت انت لابس لبس سبايدر مان. طيب يا جماعه الخير، اول شيء وش قرر اسامه عشان يجيب ناس كذا يساعدونه؟ وساطير ما له الا المتابعين. اللي ما تابعني حسابي الديسكورد موجود تحت في الديسكربشن. الحين جمعت الله يسلمكم 13 واحد، واتفقنا ان ننزل في هذه المدينه، المدينه اللي فيها البوت اللي راح يساعدنا نطلع سلاح سبايدر مان. الحين راح تشوفون الجيش قدامكم. طيب ليتس جو وننزل. جريسي نفس كذا. والله العظيم اني متحمس اني اجرب السلاح هذا. خلنا اشوف الجيش موجود. اوكي 1 2 ليتس جو، موجودين يا شباب موجودين. وراح اعلمكم الاماكن اللي فيها الصناديق، راح تطلع لكم الان على الشاشه الاماكن اللي فيها الصناديق حقت الذهب. طيب بسم الله انزل البيت، نفك الشيست هذا اول شيء، ان شاء الله نحصل. اوكي ما في ذهب، حلو. معي 50 انا ذهب اصلا بالاصل. سي بسم الله، عطنا ذهب، تكفى ذهب. حلو. ممكن حصل داخل الكراتين هذه؟ ممكن. طيب اوكي، هذا يعطي ذهب. اوكي وخر يا خوي لا تاخذها. عمري اوكي معي 15 ذهب. اوكي تسمعون الطلق هذا؟ معنى الطلق هذا ان في واحد حصل ذهب. حبيبي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ندور ذهب. اوكي هذا اتوقع عنده ذهب. اوكي وين الذهب؟ وينه؟ شكرا. جايك يا خوي جاي. اوكي اتوقع بنروح ندور في المدينة في ذهب زيادة. اوه وش الذهب ذا؟ عالق هنا دقيقة، كيف نسحب الذهب هذا؟ اوكي خلنا الذهب اللي هنا 15. اوكي 150 ذهب. اوكي هذا شو كان هذا؟ في ذهب. ايوه طيب لازم اذبحهم. طيب تعال. خل لا 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 وخروا. لا تعالوا يا رب يفهمون، تكفون تعالوا يا عيال. واو ما يبي، حرام التعب راح. اتوقع ان هذه الاداه كانت موجوده بعد التحريات بس قالوا انهم شالوها. الكذبة الثانية وش هي؟ الكذبة الثانية يا جماعة الخير راح تكون ايش بالضبط؟ يقولون ان السلايد او الزحلقة انك تقدر تسبق فيها سيارة، ولكن لازم تكون على منحدر. خلينا نجرب الكذبة الثانية. ابو حسين تتوقع انها راح تضبط او لا؟ والله شوف هذه سيارة سبورت. وين سبورت؟ قبل شوي كانت يعني اكبر وش دخل؟ اكبر وش دخل بالعالم جمعوها طيب ابو حسين؟ وش دخل؟ قرموز نشوف انا اعلمك شلون. قرموز شوف يلا مشينا خلنا نبدا. يلا كل واحد يبني صفين. سامة يلا عندي لك تحدي. شو وشو؟ اسمع لك عندك 30 ثانية ابيك تبني اكثر شيء. بعده بسرعة روح بعده. وش التحدي اللي بعده؟ مالك اما بتقول مسيطرة مالك داعي ترى. 4 6 7 8 9 10 11 12 30 بس تعال بحط 3 عشان ما تقول مسيطرة. والله معليش يم والله اوح. يلا وش التحدي حق القرموز؟ شوف الحين ايه الصق في جدران. الصق قرموز الصق. يلا عيال 1 2 3 ابدا. سيي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 
نقول ما شوية. الله والله حلوة والله حلوة يا عيال، قسم بالله انها حلوة. قطة. اوكي الحين يجيب السيارة. ها ابو حسين ايش تقول السيارة اسرع؟ خلاص لامبورجيني جيبها خلينا نشوف. لا مو لامبورجيني والله ذي تكفي. اركبوا ذي يا عيال. توصلت بالسلامة ولا تو باقي؟ توني في الارض. استهبل. ايه. خذ لك سيارة ثانية. 2-3 يلا بديت انا. يلا. صدقني من فوزك. ايه تخس يا رجال يلا. ابوي واضح. لا يا ابوي والله مو فوز. ايش حاط لنا ذا؟ صدقنا فزنا ولا ما صدق؟ ها وينكم يا عيال؟ الكذبة الثالثة يا جماعة الخير يقولون ان خاصية سبايدر مان عرفتوها هذه؟ عرفتوها؟ يقولون بهذه الخاصية تقدر تبني درج طويل. آمين. طيب اسمع فهد، أنا قاعد أصور مقطع تمام؟ إيش بتنزل؟ قاعد أصور مقطع وفي تجربة أبغى أجربها شفتها عند أجنبي، ما أدري هي صدق ولا كذب، عادي تساعدني؟ جنبي يا جنبي. يا حبيبي. يلا. اسمع، أول شيء نبغى نروح مكان في الخريطة ما في أحد. تعرف مكان ما في أحد بملف لك يعني 11. أصبر 102 في فرق كبير. ها؟ في فرق كبير، في أنت لملك 102 وأنا لملك 11. أنا 102 شاريه. أنت 102 أنت 11 أصلي. الجزيرة ذي أتوقع ما فيها أحد صح؟ أتوقع. يلا مشينا لها فهد. يلا فهود. مرحبا. يا مسهلا. جمع لي موارد فهد تمام؟ نفسنا. تعرف شو يقولون؟ هم يقولون نبني فوق. إيه نبني فوق الله يسلمك. بعدين أنا أسوي رقصة. أما عندك 2 تكفى تعال. جدي. يقولون فهد. اسحب عليهم. تعال. حريقة. تعال. سو كذا كراوش. تعرف سو كذا كراوش؟ ما يقدر يصيدك ناظر. شوف. خلني. انت تشرب. شوف سو كراوش زي كذا. شوف ما يقدر يصيدك. خلنا ننزل هنا. تعال نجرب نرقى فوق. فهد تعال. اعرف حركاتك. لا والله اني صادق يا فهد والله. يلا. كسر علي فهد كسر علي. عليك. اي كسر بسرعة. دقيقة. تعال هنا خلنا نجرب مرة ثانية. يلا كسر علي. دقيقة والله بالغلط. رقصت بالغلط. تعال. عطني موارد. ايوه تعال هنا. كسر علي يلا. يكذبون علينا الكفار، قالوا لي انها تشتغل. والكذبة الرابعة ما ادري حقيقة ولا صدق ولا كذب، يقول انك تحتاج الخيمة في اي مكان تروح له داخل الماب. طيب شو السبب اسامة اللي يخليني احتاج الخيمة؟ يقول انك تبني درج وتحط الخيمة فوق، اي احد يكسر عليك ما يجيك شيء. ايوه لقيت خيمة سبحان الله. هاك بشري يا جماعة الخير. خلنا نطلع من الناس. جاك. خذني هنا تعدي. جمع لي موارد. يلا. هذا ما يتكسر معليش. كسر هذه انا بكسر اليمين. كم تحتاج فيه؟ نبغى نبني بس فوق. اوكي يلا تعال معي انا 300. هذه موارد اللي معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء تاخذ موارد من خويك كذا. التاج للتاج وانا اخوك. يلا بسم الله. جرب ابني. خليك تحت انت. ها يكفي صح؟ يكفي. طيب اول شيء نسويه نرمي الخيمه. اوكي كيف ندخل الخيمه؟ انك تضبط ولا ما تضبط؟ كسر بندر. كسر. والكذبة الأخيرة معنا. يقولون إن في يد ديناصور أو آلي موجودة داخل الماب. فتثرثي وصلنا بعيد يا بيبي. وين التحديد حقك وينه؟ شوف هناك. أوكي. هذه تلتد. إيه بتفتح. يقولون شوي هذا المكان يقولون إنه بيفتح شوي بيطلع تلتد. يعني بيذوب. كيف؟ في سيارة كبيرة هنا. ناخذها تبي؟ خذوا مرنا. يقولون المكان هذا تلتد بعد ما يذوب الثلج يروح حقه ما هذا مدري إيش تطلع تلتد. اتوقع هذا برج الساعة. اتذكر كلام شفتوا ذا اللي قدامي هذا برج الساعة تذكروها. والله يقولونه ما ادري انا هي بنزين ولا اما محطوطة في الخريطة. شوفها قدام. اوه طايحة في البحر. ليتس جو. خلنا ننزل نستكشف. اوف. والله مرمية صدق. انا كنت احسبها كذا قسم بالله. الى هنا وصلنا نهاية مقطع اليوم. اتمنى مقطع اليوم عجبكم. انا قاعد اعرف انكم قاعدين تشوفون بلوفرات متنوعة. المقطع اليوم قاعد 3 ايام وانا اتحرم. مو 3 ايام يعني يوم ونص بس حبيت ابالغ يعني. يعطيكم الف عافية. لا تنسى اللايك وعدنا في المقطع الجاي.